مسي الكل الناس الكل. غاب لاعب المنتخب الوطني التونسي يوم أمس غيلان الشعليلي عن الحصة التدريبية الأولى استعدادا لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في مصر. وقام الشعليلي بحصة تدليك خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مدغشقر، مما جعل المدرب يغيره. ومن المنتظر أن ينضم متوسط الميدان التونسي غيلان الشعليلي إلى التدريبات اليوم. تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني التونسي غيلان الشعليلي. ولعب مباراة الغد في النصف النهائي ضد السنغال. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو ابوني عشان يوتيوب بتاعنا.